ازيكم يا شباب؟ انا الصراحة يعني الصدام اللي فات كان صدام يعني مش حلو. محدش هجم عليا وبتاع، بس الحمد لله انا اتعوضت. يعني هنا واحدة ابنها مات ماشي، السكاكين وبتاع، الحمد لله. بس عايز فهجموا على فخ صد، يعني صديق لي يعني من المغرب، تمام. فهو يعني انا كنت يعني فاهم، كنت افضل اقول له انت هتصد، هتبلع، انت ابني بيسمع كلام ابوه، واب اب عرف يربي ابنه كويس. ربنا يكرمه يا رب يا رب. يعني نشوف التقارير. اللي هجم عليه تنين بمعنى الكلمة. يعني شوفوا، تنين مش إنسان، يعني حتى الوحوش بتاعته يعني. انا على حسب العدد القتلى اللي راح له، ده يعتبر مش قتلى يعني. يعني لو كان عامل مشافي، العدد القتلى ده لو كان عامل مشافي ما كانش هيروح له قتل، تمام. وده فول تي فايف، يعني اللي هاجم عليه ده تنين. انت متخيلين 55,000 دول تي فايف؟ حتى التعزيز، يعني انا حاسس ان التعزيز هو كان طبعا يعني المفروض انا كنت اتنمر يعني، بس انا مش هتنمر يعني عشان حرام والله. يعني تنين ما هاجم عليه يعني، بس عامل له قتلة حلوة يعني. مقارنة بالتي 3 هو ما حصلش عنده قتلة بالنسبة للتنين اللي هاجم ده. يعني نسبه ده تتعدى 800 يعني. ده غير ان نسب فخ الصد ده مش حلوة يعني، يعني وسط، فممكن تكون هي السبب اللي خلته اتحرق يعني. فيلم معنويات بتطير ازاي؟ دمار التي فايف ده دمار. فين وان اتاك نوان جالك اللي ما بيرحمش يعني، لو شايفين. بص طبعا في معدتين تقريبا او ثلاثة معدات بطل خرافي. مشكلة ان انا فضلت اقول له انت مش هتتحرق، ما تخافش، حتى لو اتحرقت مش هيحصل لك قتلة. ويعني صدمت في الاخر، انصدمت. ده مصفوفة صح يعني، لو مصفوفة عكس كان عمل فيه ايه يعني. النسب بتاعته مش حلوة ومش وحشة، بس لو نسبه كانت أعلى يعني، كان مثلا 300 مثلا أو 300 حاجة، كان ممكن صد. انا
رايد بمزاجي، اطلعك انزلك بمزاجي. ليه؟ تعلق ده ولا يخفوه من وشي. بصوته ده بصوته. الله يبيزك. انا قائد بمزاجي وعندي وجهه نظر وحتشوف. الله الله، وبينه يعملها ولا ايه؟ Bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta!